رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، واللقاء يستعرض دور القطاع الخاص في خطة الإقلاع الاقتصادي. النقابات العاملة في المجال البحري بنواذيب وأرباب العمل يتوصلون إلى اتفاق لتحسين ظروف الشغيلة في أعالي البحار. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تشرف باسم حرم رئيس الجمهورية على انطلاق أنشطة مؤسسة القرض والادخار التابعة لاتحاد النساء المقاولات والتاجرات. أهلا ومرحبا بكم من نشرة أخبار الثامنة من قناة الموريتانية. مرحبا سلمى. أهلا بك وأهلا بسلمو اليحفظ الذي يرافقنا بلغة الإشارة. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد محمد زين العابدين ولي الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بحضور الوزير الأول السيد محمد والبلال. وأدلى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بعد الاستقبال بتصريح لقناة الموريتانية أكد فيه أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض خطة الإقلاع الاقتصادي والدور المسند للقطاع الخاص في هذا المجال. تشرفت رفقة معالي الوزير الأول اليوم باستقبال من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، وكان اللقاء فرصة ثمينة استمعت خلالها للرؤية المتبصرة لفخامته حول خطة الإقلاع الاقتصادي والمكانة المحورية التي يوليها للقطاع الخاص، واستعرضت مع فخامة رئيس الجمهورية الدور المسند للقطاع الخاص، وجددت التأكيد والإرادة الصادقة للاتحاد الوطني في مواكبة جهود الحكومة في هذه المشاريع النوعية خدمة للوطن والمواطن وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وانتهز هذه الفرصة للإعراب عن خالص التشكرات لفخامة رئيس الجمهورية على محورية اهتمامه بالقطاع الخاص عمود التنمية، وهو ما تجسد في المبادرة بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتم توطيده من خلال مكانة القطاع في هذه المنظومة الشاملة والمتكاملة لخطة الإقلاع الاقتصادي بما يحمله من رؤية استباقية وتنمية. وأكدت لفخامة رئيس الجمهورية أن المشاريع المسندة للقطاع الخاص الوطني أنها سيتم تنفيذها في الوقت المناسب إن شاء الله في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة إن شاء الله، والقطاع الخاص سيواكب الحكومة في هذه الإقلاع الاقتصادي إن شاء الله. وقع أرباب العمل المشغلين لعمالة البحر مع ممثل النقابات العاملة بالمجال بنواذيب على اتفاقية تهدف إلى تحسين ظروف الشغيلة العاملة في أعالي البحار. جرت فعاليات حفل التوقيع بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري والسلطات الإدارية بولاية داخلة نواذيب. مبادئ ولاية داخلة نواذيب تحتضن مراسم حفل توقيع الاتفاقية الجماعية لعمال البحر بعد سنوات من الانتظار ومفاوضات ماراثونية شاقة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بين أرباب العمل من جهة وممثل النقابات العمالية البحرية والإدارة الوصية بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري رفقة والي داخلة نواذيب، تجسيدا لرغبة ملحة لدى السلطات العليا في البلد في تحسين وترقية ظروف الشغيلة العاملة في مجال الصيد البحري. خلينا نقول لكم اللي أعلن بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية، التنمية الحقيقية هي ما هي التنمية الاقتصادية اللي على أساس الأرقام الاقتصادية، هي التنمية البشرية. غير اللي يهمنا لا من نعود هم اللي واعيين الحقائق اللي نعيشه كاملين والوضعية اللي نعيشه كاملين، هذا هو اللي يجر مثلا هو اللي يواسي التحديات والتنازل على مستويات كاملة، سواء على مستوى أرباب العمل والله على مستواكم انتم العمال، غير ملي على مستوى الإدارة، وهو اللي يسمح بلخل ذاك التوافق. وأنا بعد فخور صراحة ببداية مشجعة لهذه المهمة الصعبة اللي موكولة لي.
بدورهم الشركاء والاجتماعيون اعتبروا أن بنود الاتفاق الجديد تستجيب للتحسينات التي طالبت بها النقابات، خاصة في مثل هذه الظروف التي تتسم بتبعات جائحة كورونا. تمت مراجعة موادها 107 وتحسينه في لصالح العمالة، وتمت مراجعة ملحق الرواتب وشهد زيادات معتبرة. ممثل النقابات المركزية في المفاوضات الجماعية ذمنوا توقيع هذه الاتفاقية، غير أنهم يطالبون أن تتم مراجعتها كل سنتين لتعزيز متطلبات العاملين في المجال البحري. هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة حتى بيتحسن من أحوال 6000 بحار طال عضك حالا على الأسطول الوطني والأسطول الأجنبي، وكان راتب البحار المتدني 37000 ومشى الى 100 بالعلاوات وبزيادة مثلا راتب. نذمنوا لشركائنا الهدف اللي تحقق، طالبينهم بانهم يوفوا بالتزاماتهم فيها كل سنتين تراجع بنسبه تعود ترضي العامل. وبتوقيع هذه الاتفاقية الجماعية المتعلقة بعمال البحر تقطع خطوة في سبيل تحسين ظروف البحارة العاملين في أعالي البحار وترقية محيطهم العملي على متن السفن العاملة في المياه الوطنية. ونبقى دائما في نواذيب، حيث أنهى وزير الصيد والاقتصاد البحري مساء أمس زيارة التفقد والاطلاع التي أداها للمصالح والمؤسسات التابعة لقطاعه بالولاية. وشملت زيارة اليوم الأخيرة ميناء الصيد التقليدي وشركة المنتجات البحرية والشركة الوطنية لصناعة السفن ومصنع السافريز لدقيق وزيوت السمك. في اليوم الأخير من زيارة التفقد والاطلاع التي يؤديها وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد عبد العزيز ولداهي للمصالح والقطاعات التابعة له، مكنت زيارة مؤسسة ميناء خليج الراحة المعروفة محليا بميناء الصيد التقليدي من الوقوف ميدانيا على التحسينات التي طرأت على هذه المنشأة المينائية الحيوية التي توفر ما يزيد على 30000 فرصة عمل للصيادين التقليديين والشاطئيين. تلعب دور ريادي في الاقتصاد الوطني، وهذا هو دراجين من خلال تسهيل ممرات الطرق من تنظيف بصورة دائمة بها اللي كانت تعاني من ذيك المشكلة، واللي قدينا أن على الأقل في هذه الأشهر الأخيرة أن نتقلب عليها واللي أصبح ملاحظ، وأيضا الإنارة كيف قلت اللي فاصلين فيها الصيادين، وأيضا مولي فتح بعض الأبواب اللي كانت مقلقة ياك تسهيل الحركة فيما بين عند وصول الصيادين فتراتهم اليومية والليلية. وفي مقر الشركة الوطنية لصناعة السفن التي تعد رائدة في مجال تطوير الإنشاءات البحرية الوطنية، قدمت المديرة العامة للشركة السيدة محجومة حبيب عرضا تناولت فيه الخطوات العملية التي أصبحت عليها الشركة من حيث عدد سفن الصيد الشاطئي. الوزير الذي كان رفقة والي داخل النواذب السيد يحيى للشيخ محمد فال تشول بعد ذلك داخل ورشات هذه الشركة المختلفة. وتقوم ورشات هذه الشركة بتشغيل عشرات الشباب الموريتانيين في مجال الإنشاءات الوطنية الذي جاء ليلبي تطلعات مهني قطاع الصيد البحري التقليدي والشاطئي. وفي إطار تثمين المنتجات السمكية الوطنية عين الوزير والوفد المرافق له نماذج من وحدات تصنيع ومعالجة الأسماك، واطلع ميدانيا على تجربة شركتين خصوصيتين إحداهما تعمل في مجال معالجة وتصنيع وتعليب أسماك الرخويات، أما الثانية فتعمل في مجال دقيق وزيوت السمك المعروفة محليا بمصانع موكا في المنطقة الصناعية بالبنتية. وفي ختام زيارته لمدينة نواذب أدلى وزير الصيد والاقتصاد البحري بتصريح لقناة الموريتانية حول أهداف الزيارة. نعتبر أنها كانت زيارة ناجح، الهدف منها اساسا كان الاطلاع على المشاكل اللي يعاني منها القطاع. فم عده نقاط قلت عنهم طرحوا واللي ينحاول ان شاء الله ما امكن، لكن اللي منهم يقد ينحل في المدى القصير ان شاء الله، اللي ان شاء الله نعكفوا من اجل عن نتقلبوا عليه، وذاك اللي انه يحتاج لدراسه طلب وقت أكثر باطل دور إن شاء الله ونديروه إطار خارج الطريق إن شاء الله نجل حل المشاكل اللي مطروحة.
زيارة التفقد والاطلاع التي دامت 5 أيام جعلت وزير الصيد والاقتصاد البحري يقف ميدانيا على واقع منظومة الصيد البحري بشقيه الصناعي والتقليدي. أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن وتيرة الأشغال تتقدم بطريقة مقبولة في عدد من المنشآت التعليمية ومبنى الجمعية الوطنية وبعض المباني الحكومية بنواكشوط. وأشارت إلى أنه تم إيفاد فرق فنية تضم مهندسين لتشخيص وضعية هذه المباني، جاء ذلك أثناء زيارة تفقد أدتها الوزيرة للمباني قيد الإنشاء. المقر الجديد للجمعية الوطنية شكل أولى محطات زيارة التفقد والاطلاع التي قامت بها وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لبعض المباني الإدارية والبنى التحتية المدرسية قيد الإنشاء التي يتولى قطاع الإسكان والعمران تنفيذها، وذلك من أجل الوقوف على مدى تقدم الأشغال بهذه المنشآت. الوزيرة رفقة رئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ الباي تعرفت عن كثب على سير العمل في هذه المنشآت التي تضم 3 طوابق بها مكاتب إدارية وقاعات ومتحف إضافة إلى مواقف للسيارات. وبهذا المبنى الإداري الواقع بمقاطعة الكسر والمكون من 9 طوابق إضافة إلى طابق أرضي، تلقت الوزيرة شروحا مفصلة عن مدى مطابقة الإنشاءات والعمل لدفتر الالتزامات وفترات الإنجاز. وبمعية وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، وقفت الوزيرة على سير العمل وتقدم الأشغال في مدرسة المطافئ ذات 2 فصول ومدرسة السبخة 2 الابتدائية المكونة من فصول ومكاتب إدارية، قبل أن يتفقد الوزيران رفقة السلطات الإدارية والأمنية مدرسة العاصمة رقم 9 التي يتوقع أن تنتهي الأشغال بها في ظرف 4 أشهر. وفي ثانوية الامتياز محمد سعيد الهمدي والتي يأتي إنشاؤها في إطار تنفيذ برنامج أولويات، تمت معاينة ظروف ومدى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في دفتر الالتزامات بهذه الثانوية التي تبلغ سعتها 1000 تلميذ، ومن المقرر أن تساهم في تقليص الاكتظاظ المدرسي بثانويات مقاطعة عرفات. الوزيران بولاية نواكشوط الشمالية تفقدا مدرسة دار النعيم 4 والتي وصلت الأشغال بها مراحل متقدمة. في إطار برنامج أولوياتي اللي انطلق بداية السنة، تشرف وزارة الإسكان على بعض المباني المدرسية واللي هدفها فيه كما تحدد في ذاك البرنامج هو زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرسة وتقليص اكتظاظ الفصول. هاي الزيارة عدناها معنا الوكالة الوطنية للدراسات وتنفيذ المشاريع اللي تشرف على رقابة هذه المنشآت، وعلى العموم التقدم مقبول وتم حث المقاولين على أمرين. الأول منهم التزامهم بالجودة اللي محددة في دفاتر الشروط، والثانية اكتمال الأشغال كاملة في الأجيال المحددة لها ووفق الشروط اللي قلنا. وفي هذا الأسبوع تم إيفاد عدة بعثات مشتركة بين الوزارة الوصية على التعليم والتآزر وإدارة المباني لمعاينة واطلاع على وضعية المدارس على كافة التراب الوطني وتشخيص وضعيتها في إطار تنفيذ ذلك المكون اللي في برنامج أولويات الموسع متعلقة بعناية بالمدارس وترميمها ووضعها في إطار لائق بها. المنشآت المدرسية الجديدة ستشكل نواة لمدرسة الجمهورية التي تدخل ضمن برنامج أولويات. الزيارة اللي مكنتنا من عدنا نطلع على البنى التحتية المدرسية اللي طور الإنشاء لأنها تشهد تقدم ملحوظ، وعدنا تشهد كيف قالت معي الوزيرة باحترام نوعية البنايات وبإدخال هذا المخطط الجديد اللي يجعل المدارس أكثر تمان وقت في الاستعمال. نقدر نأكدوا اليوم أن ما عندنا علم بعد أن فمات أي قسم في الوطن ما موفر له حيلة يقرأ بها بجهود القطاعات الكاملة بجهود الشركاء كاملين، غير أيضا بجهود الآباء به في بعض المناطق. الآباء أيضا شاركوا مشاركة شاكينهم عليها. مهم عندنا اليوم ما فماتيها في الظروف الخاصة ما فهم اليوم قسم ما موفر له حالة يقرأ بها في طريقة مرضية.
وسيتم بناء 1000 حجرة مدرسية زيادة على 791 حجرة مدرسية التي هي قيد الإنشاء مع إشراك المجالس الجهوية والبلديات في تنفيذ هذه المكونة تفعيلا للامركزية في البنى التحتية الإدارية والمدرسية. تتواصل بمقر لجنة الخبراء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال مسابقة اكتتاب مدرسين لصالح مؤسسات التعليم العالي. المسابقة قررها القطاع لسد النقص الحاصل في الكادر البشري في التعليم العالي بحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الذي زار اليوم مقر اللجنة. مديرية الاستراتيجيات والبرمجة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال كانت محطة لزيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الدكتور سيدي والسالم، حيث تجول الوزير في مختلف مكاتب المديرية وتلقى توضيحات حولها من القائمين عليها قبل أن يطلع على غرف اكتتاب 201 من أساتذة التعليم العالي المساعدين والتكنولوجيين. سيتم اكتتابهم عبر تطبيق معلوماتي صمم لهذا الغرض خصيصا، وبلغ عدد المترشحين 1819 مترشحا بهدف دعم قدرات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال المصادر البشرية. يأتي هذا الكتاب بعد دراسة علمية دقيقة استمرت عدة أشهر من أجل تحديد دقيق وشامل لحاجيات مؤسستنا بمشاركة كل المسؤولين الإداريين والتربويين المعنيين، مما مكن فعلا من تحديد الحاجات إلى اكتتاب 2001 مدرسا باحثا تكنولوجيا لصالح المؤسسات التالية: جامعة نواكشوط العصرية، المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية بن واذيبو، المعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال، المعهد العالي لتعليم تكنولوجيا بروسو، المدرسة العليا للتعليم بن واكشوط، المدرسة العليا لمتعدد التقنيات. ويعتبر هذا الاكتتاب الأكبر ضمن سلسلة الكتابات التي أجراها القطاع خلال السنوات الستة المنصرمة. تأتي هذه الاكتتابات ضمن استراتيجية شاملة للمصادر البشرية تنسجم مع فلسفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ غزواني، تشرف على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد بن بلال، والذي يعتبر هذا محوره الرابع أن تثمين رأس المال البشري أهم سبيل لتحقيق التنمية المنسجمة. وقد أعطى تعليماته بتوفير كل الموارد المالية الضرورية من أجل تعزيز القدرات البشرية للتعليم العالي. ستجرى المسابقة عبر ثلاث مراحل: المقبولية الإدارية للمشاركة في المسابقة، مقبولية المترشحين، القبول والترتيب في المنصب المتنافس عليه، وكل مرحلة من هذه المراحل إقصائية في مسابقة تعتمد الشفافية من أجل انتقاء الكفاءة حسب القائمين عليها. من أجل القيام بهذه المهمة على أكمل وجه في الظروف الحالية أي ظرفية الاستثنائية التي يمر بها البلد، تم استقبال ملفات ترشح عن بعد من خلال منصة عبر الرابط منصة رقمية عبر الرابط www.concoursip.gov.mr، الشيء الذي مكن من تجنب الازدحام في هذه الظرفية الاستثنائية. وقد تم اختيار 104 من خيرة أساتذة التعليم العالي كخبراء للإشراف على عملية الاكتتاب هذه، وقد وضعت كل الترتيبات اللازمة بما في ذلك برمجة تطبيق معلوماتي خصيصا لهذا الغرض، وتخصيص شبكة تتألف من 80 حاسوبا زيادة على الخادم سيرفر موزعة على 8 قاعات مجهزة بما يلزم، وسيكون لكل خبير حساب خاص به يخوله الاطلاع على الملفات التي يطلب تقييمها. عدة مؤسسات تعليم عالية ستستفيد من هذه المسابقة لسد نقص الكادر البشري بها واعتماد معايير الكفاءة للولوج إلى تعليم عالي يتلائم مع زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي ببلادنا. أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة باسم حرم رئيس الجمهورية زوال اليوم على انطلاق الأنشطة الفعلية لمؤسسة القرض والادخار التابعة لاتحاد النساء المقاولات التاجرات. جرى الحفل بحضور وزير المالية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين إضافة لبعض منتسبي اتحاد النساء المقاولات التاجرات. الاتحاد الموريتاني للنساء المقاولات التاجرات يطلق أنشطة مؤسسة القرض والادخار التابعة للاتحاد تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية السيدة مريم بنت الداه
وبحضور عدد من أعضاء الحكومة والفاعلين الاقتصاديين. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة التي افتتحت النشاط أكدت أهمية المؤسسة التي تتناغم مع تعهدات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين المرأة ومشاركتها في مسار التنمية الاقتصادية للبلد. إن الدولة الموريتانية من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تنفذ جملة من البرامج التنموية الهادفة إلى تمكين المرأة وترقية تكوينها مهنيا ومؤازرتها اجتماعيا من أجل تسهيل ولوجها واندماجها في التنمية، وخاصة ضمن توجهات خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها فخامة الرئيس منذ أيام. وفي هذا الصدد ستستفيد المئات من النساء والتكتلات النسائية في نواكشوط ومناطق أخرى من الوطن للتمويل والتكوين والتأطير بالقريب العاجل بحول الله. وباعتبار أن المؤسسة ذات طابع اقتصادي، كان حضور الفاعلين الاقتصاديين تأكيداً على أهميتها والعمل على دعمها لتساهم في النهوض باقتصاد البلد. إنني لجد سعيد بحضور هذه الاحتفالية الخاصة بإعلان إطلاق فعاليات شركة القرض والادخار تحت رعاية السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت فاضل ولدان، والتي تشكل استجابة مقدرة لتطلعات نساء موريتانيا، كما تتقاطع هذه الفعالية مع الاهتمامات الجوهرية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني في دعمه لترقية وحضور المرأة في قطاع الأعمال ودعم النساء معيلات الأسر وتوفير الأطر الملائمة لترقيتهن وتأمين الدمج الاجتماعي في الحياة النشطة. وتسعى مؤسسة القرض والادخار التابعة لاتحاد النساء المقاولات التاجرات إلى دعم وتعزيز هيكلة المنظومة الاقتصادية لبلادنا من خلال إنشاء نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. سعيا منا للتطوير والتأطير للمشاركة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدورة الاقتصادية ولفتح الباب وصول إلى التمويل أمام الجميع رجالا ونساء، فإننا في الاتحاد الموريتاني للنساء المقاولات والتاجرات نطلق اليوم على بركة الله أنشطة مؤسسة القرض والادخار التابعة للاتحاد، والتي ستكون بحول الله أداة فعالة في مكافحة الفقر التي تمثل الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية. يذكر أن مؤسسة القرض والادخار تسعى إلى أن تكون أداة فعالة في مكافحة الفقر وتنشيط الاقتصاد الموريتاني وتحديثه من خلال الادخار والائتمان والمساعدة والمشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شاركت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي اليوم بمكتبها عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الذي نظمه المكتب التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، وتصدر اختيار أمين تنفيذي جديد للمنظمة أعمال الاجتماع، إضافة إلى تدارس عدة ملفات تتعلق بمرصد الصحراء والساحل. كما تابع المشاركون عرضين قدم الأول منهما رئيس مجلس إدارة المرصد السيد عبد الحميد الحافي المفوض السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر بالمملكة المغربية، وتناول فيه وضعية المنظمة وحصيلة عملها خلال الفترة المنصرمة وآفاقها المستقبلية، فيما تناول العرض الثاني الذي قدمه الأمين التنفيذي للمنظمة السيد ختيم خراز أبرز القضايا المطروحة أمام الاجتماعين المقبلين لمجلس إدارة المرصد وجمعيته العامة. ويضم المرصد في عضويته 23 دولة إفريقية، هي بالإضافة إلى موريتانيا، كما يضم دولاً يضم في عضويته 23 دولة بالإضافة إلى موريتانيا، كما يضم دولا غير إفريقية إضافة إلى 13 منظمة إقليمية ودولية. شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اليوم بمكتبه عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال دورتين 10 و24 للجنة الدول ولجنة الأسر العربية. وتهدف هاتان الدورتان المنظمتان تحت شعار الاستثمار في المستقبل إلى وضع استراتيجية وخطة عمل الأسرة في المنظمة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
عبر المنصة الرقمية للتواصل عن بعد، شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الدورة 24 للجنة الطفولة العربية، والاجتماع 16 للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، والدورة 10 للجنة الأسرة العربية. وقد تضمنت مشاركة بلادنا في هذا اللقاء العربي تقديما للاتفاقيات المصادق عليها في المجال، إضافة إلى الإطار الاستراتيجي الذي اعتمدته الوزارة الوصية في تنفيذ القوانين الخاصة بحماية الطفل في بلادنا. تشارك بلادنا اليوم غدا في اجتماعات لجنة الطفولة العربية ولجنة الأسرة العربية، وتأتي هذه المشاركة بعد لأن بلادنا كانت ترأس هذه اللجان خلال السنة الماضية، لأنه انعقدت في نواكشوط في أكتوبر الماضي، بداية أكتوبر الماضي، اجتماعات للجنة الطفولة العربية والأسرة العربية، كانت اجتماعات هامة تمخضت عن قرارات مهمة جدا، وصدر فيها بيان إعلان نواكشوط حول دعم الطفل الفلسطيني. وهذه الاجتماع اجتماع لجنة الطفولة العربية هذه السنة كان فرصة لتدارس أوضاع الطفولة العربية في ظل جائحة كوفيد التي ألقت بظلالها على العالم كله. وقد عرضنا خلال الكلمة التي قدمتها بلادنا الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية في موريتانيا، والتوجيهات التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، والبرامج التي أطلقتها حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد البلال حول مواجهة الآثار الكوفيد هذه الجائحة على المجتمع وخصوصا على الأسرة وعلى الطفل. ونعلم أن هنالك برامج طموحة في هذا المجال خصوصا مجال الطفولة في برنامج الانطلاق الاقتصادي الذي أقرته الحكومة مؤخرا. الوضع الراهن للأطفال في الوطن العربي خصوصا في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت وفي فلسطين التي يحتاج فيها الطفل إلى المزيد من العناية والاهتمام مواضيع من بين أخرى كانت حاضرة في النقاش، إلى جانب قوانين حماية أطفال الشوارع وتجريم عمالة الأطفال. وقد قدم المشاركون من مختلف الدول الأعضاء في الجامعة العربية عروضا عن مجمل الاتفاقيات والقوانين المعتمدة في كل بلد بخصوص الطفل والأسرة. نظم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين صباح اليوم بنواكشوط حفل تكريم على شرف سفير جمهورية الصين الشعبية بمناسبة انتهاء مأموريته في بلادنا. يأتي حفل التكريم تتويجا للعمل الدبلوماسي البناء الذي ساهم في تطوير علاقات الصداقة التي تربط بين الصين وموريتانيا. بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين نظم حفل تكريم على شرف سفير جمهورية الصين الشعبية المنتهية مأموريته ببلادنا، بحضور لفيف من رجال الأعمال وسفراء بلادنا السابقين لدى العاصمة بكين. المناسبة شكلت فرصة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ثمن خلالها الجهود التي بذلها سعادة السفير إبان وجوده بنواكشوط. من جهتنا في الاتحاد الوطني لأرباب العمل ننتهز هذه الفرصة لمنحكم درع الاتحاد تقديرا لجهودكم وتثمينا لأدائكم، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال الصينيين لاستكشاف المزيد من الفرص النوعية التي تتيحها بلادنا بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، تقضي بتعزيز مناخ الأعمال وتحسين جاذبية البلد الاستثمارية. وكلنا ثقة بأن علاقات التعاون بين البلدين والتي تشهد تطورا نوعيا سيواكبها القطاع الخاص بشكل متسارع ومتكامل، بما يحقق مواكبة إرادة القادة وتجسيد تطلعات الشعبين الصديقين. السفير الصيني بدوره سعادة السيد دانغ جينغو ذمن هذه المبادرة التي تشكل حافزا مهما لتطوير العلاقات الثنائية التي تربط بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية والتي امتدت لقرابة 6 عقود. وقد اختتم الحفل بتسليم درع الاتحاد لصاحب السعادة تكريما لدوره المحوري الذي لعبه في توطيد وتعزيز علاقات الشراكة بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية.
نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات مساء أمس بالعاصمة تأبينا للصحفية الراحلة جميلة بنت الهادي. شارك فيه زملاء وزميلات الراحلة وعدد من أفراد أسرتها. وكانت الراحلة جميلة الهادي قد توفيت في مصحة بتركيا بعد معاناة طويلة مع المرض. ينطلق تأبين المرحومة بإذن الله الصحفية فاطمة محمد الهادي الملقبة جميلة بحضور عدد من الإعلاميين وذوي الفقيدة، فضلا عن من ربطتهم بها صلات قرابة أو زمالة، وذلك بمبادرة من شبكة الصحفيات الموريتانيات. التأبين الذي كان استذكارا واستحضارا لحياة المرحومة جميلة وذكرا لما كان يميز حياتها من خصال حميدة تميز بكلمة لقطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، تحدث فيها عن تقاسم القطاع لهذه اللحظات مع حضور هذا التأبين. لقد جسدت الفقيدة جميلة محمد الهادي في مسيرتها الإعلامية روح تلك الصحفية المقتدرة التي جمعت بين الموهبة والتجربة العملية في محطات مختلفة، مؤكدة قدرة المرأة الصحفية في حمل هموم المهنة وتطلعات ميدان صاحبة الجلالة. شبكة الصحفيات الموريتانيات وعلى لسان أمينتها العامة شكرت الحضور على تقاسم لحظات التعازي والمواساة خلال هذا اللقاء التأبيني. أثمن وقوفكم معنا ولكم منا وافر الترحيب وعظيم الشكر والامتنان لمن حالفنا الحظ بحضورهم معنا ليشاركونا لحظات تعز علينا تسميتها أعزاء ومواساة أم ذكر لمناقب جميلتنا جميلة الخلق والخلق. والحقيقة أنها لحظات انكسار النفس البشرية وضعفها وعجزها أمام قوة وجبروت الموت الذي هو قدر لا مفر منه. وباسم أسرة المرحومة جميلة بنت الهادي شكر المتحدث باسمها القائمين على هذا التأبين وكل من قدم المواساة والتعازي من أسر وأفراد وزملاء خلال رحلة العلاج وما عقب لحظات الوفاة. أما رئيسة المركز الطبي الذي تولى علاج المرحومة جميلة بنت الهادي السيدة ليلى إلهام فقد قدمت التعازي باسم المركز وطواقمهم وتحدثة عما تحلت به الراحلة من صبر وأخلاق فاضلة طيلة رحلتها العلاجية. مداخلات الحضور من أسرة الراحلة وزملائها تمحورت حول الثناء على أخلاقها وما ميز حياتها المهنية من تميز في الأداء ورقي في الأخلاق. وقد تم خلال هذا التأمين تكريم السيدة ليلى إلهام من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات إرفانا بالجميل وتذمينا لما بذلته من جهود خلال علاج المرحومة جميلة بنت الهادي. أعلنت وزارة الصحة في الإعلان الصحفي اليومي تسجيل 24 إصابة بكوفيد-19 وشفاء 4 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن مصالحها الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 300 فحص وفحص واحد من بينها 19 فحصا للمتابعة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن 7319 إصابة، شفيت منها حتى الآن 6839 حالة. بعيدا عن كورونا ومن أنباء الغيث، أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وتوزعت هذه الكميات على النحو التالي. Thank you.
غير بعيد من هذا الموضوع، أفادت لجنة تسيير الطوارئ الناتجة عن التساقطات المطرية في مناطق الداخل بحصيلة للأضرار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية الحصيلة الكاملة لهذه الأضرار نتابعها في التقرير التالي. اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ حصيلة الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية الأخيرة وكذلك التدخلات من طرف الجهات المعنية. ففي بلدية معشيش التابعة لمقاطعة النعمة أدى حاكم المقاطعة زيارة تفقد واطلاع للوقوف على الأضرار التي خلفت الأمطار الأخيرة. وفي مركز عد البقر الإداري انطلقت عملية تعقيم البرك والأحياء التي غمرتها مياه الأمطار بإشراف من قطاع الصحة. وبمدينة باسكنو أنهت فرق وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إنجاز الخريطة التوبوغرافية للمدينة. وفي ولاية العصابة وبالتحديد قرية الرشيد التابعة لمقاطعة كيفة أشرفت السلطات الإدارية والمندوب الجهوي للأمن الغذائي على تقديم مساعدات غذائية لوالد الأسرة المنكوبة إثر وفاة الأم وإصابة ثلاثة من أفرادها جراء إصابتهم بصاعقة رأدية. وإلى ولاية غرغل حيث سجل ارتفاع في منسوب مياه النهر بوادي غرغل، فيما سجل انخفاض في مياه سد فم القليت التابع لمقاطعة بود. وبولاية الترارزة بمركز إنجاكو الإداري تم تسجيل وفاة طفل غرقا إثر سقوطه في مجرى مياه بالقرب من المدينة. وبمقاطعة تركيز حيث بقيت 138 أسرة بدون مأوى جراء التساقطات المطرية الأخيرة. وقد قامت السلطات الإدارية بمعاينة الأضرار وإحصائها. وفي إحدى القرى التابعة لمقاطعة المدررة انقطع التيار الكهربائي بسبب سقوط أعمدته. وفي مركز جدر المحقن لوحظ تعطل سيارة الإسعاف الموجودة بالمركز الصحي. إلى ولاية قيديماغا وتحديدا بلدية تاشوط التابعة لمركز قري حيث سجل غرق زورق محمل بالبضائع في النهر وكذلك سقوط 17 عريشا و15 غرفة من الطين في قرية حاسي سيدي. وإلى شمال البلاد وتحديدا مقاطعة كجوجت بولاية إنشيري حيث وصلت بعثات فنية من وزارات التجهيز والنقل والتنمية الريفية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بهدف إجراء دراسات والوقوف على الأضرار التي خلفت الأمطار الأخيرة. كما تم توزيع مساعدات غذائية من قبل مفوضية الأمن الغذائي على 109 أسر تضررت من الأمطار الأخيرة. وفي ولاية الحوض الشرقي شرعت فرق من المكتب الوطني للصرف الصحي وأخرى من وزارة الصحة بمركز عد البقر الإداري في عمليات شفط المياه عن المدينة من طرف المكتب الوطني للصرف الصحي وتعقيمها من طرف قطاع الصحة. جاءت العملية في إطار جهود السلطات العمومية لمؤازرة السكان الذين تضرروا جراء الكميات المعتبرة المتهاطلة من الأمطار على المنطقة مؤخرا. لم يمضي على زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني لمركز عد البقر الإداري سوى بضعة أيام، وعاد فيها المواطنين بإرسال صهاريج المكتب الوطني للصرف الصحي لشفط المياه عن المدينة وتعقيم آثار تلك البرك حفاظا على سلامة المواطنين. ووفاء بذلك العهد تحركت تلك الصهاريج صوب المدينة وانطلقت من العاصمة نواكشوط بعثات وزارة الصحة تتبع خطى تلك الصهاريج قتلا لباعوض أذاق سكان المركز الأمرين. احنا باسم بلدية عد البقر شاكرين السيد الرئيس محمد الشيخ القسواني على هاي الزيارة اللي نذمنوها واللي من فضل زيارتنا شفنا التدخلات السريعة اللي عدلنا بسرعة كانت في الحقيقة تدل على انه انسان يعتني بمواطنه حيث ما كانوا واينما كانوا. وشفناها في جميع المجالات، شفنا ذيك المساعدات اللي بدأت بسرعة تنفذ مركز مدينة عد البقر اللي بلغت حتى الساعة 1884 مستفيد، وشفنا التدخل السريع
اللي جانا من جهة الصرف الصحي اللي متباركين يقبضوا المياه ينزعوها من المستنقعات اللي كانت مؤدية جدا لياسر من الأمور اللي معرقلة حتى السير داخل المدينة. شفنا أيضا هذه الانطلاقة اليوم لهذه السيارات اللي جاءوا متابعين لوزارة الصحة وقضية التعقيم لاش القضاء على البعوض اللي قطعا كان ضرر واضح لجميع المواطنين هم في عبد البقرو. بالمناسبة جيم هما استهدفوا جميع المستنقعات ياكنهم يعاونوا في العملية القضاء على البعوض في المدينة. بحضور الحاكم المساعد لمقاطعة أمورج إسحاق الأحمد وقادة الفرق الأمنية والعسكرية، انطلقت حملة تعقيم مركز عبد البقرو الإداري بالتوازي مع عمليات شفط البركي والمستنقعات داخل المركز. تأتي حملة التعقيم هذه ضمن الخطة الوطنية المندمجة لمكافحة ناقلات الأمراض والتي تدخل في الاستراتيجية العامة لقطاع الصحة طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ غزواني، والتي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول محمد والبلال. عملية شفط المياه عن المدينة وتعقيم المستنقعات والبرك التي كانت منتشرة بين المنازل مطلب مهم من مطالب ساكنة عبد البقرو، وقد تحقق هذا المطلب. عبد الله يسلم، الموريتانية، مركز عبد البقرو الإداري، ولاية الحوض الشرقي. والآن نربط الاتصال بشبكة مراسلينا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة باسكنو عبد الله ولدي يسلم ومحمد الأمين ولد الهادي من مدينة روسو والشيخ والأحميدي من مدينة الطار. نبدأ معك عبد الله ولدي يسلم، تابعنا في تقرير جهودا متواصلة للتخفيف عن السكان هناك، إلى أي حد ساهمت هذه الجهود في القضاء على أثار الأمطار ومساعدة المتضررين المواطنين عفوا الأكثر تضررا؟ تحية طيبة لك ولزميلة ولكل الزملاء. الجهود التي بذلت من أجل التخفيف عن المواطنين آتت أكلها. أتحدث الليلة عن مقاطعة باسكنو التي زرتها قبل أقل من أسبوع، حيث كانت المياه تغمر جل الشوارع هنا معطلة حركة المواطنين، سواء كانت تلك الحركة على الأرجل أو في السيارات. هذا المساء تجولت في شوارع مدينة باسكنو، لا يمكن أن تلاحظ أي قطرة ماء هنا. المكتب الوطني للصرف الصحي قام بجهود كبيرة، حيث قام بشفط جميع البرك التي كانت متواجدة بين المنازل والتي كانت تحتل الساحات العمومية وتغلق الشوارع وتمنع رواد المدارس من الدخول إليها. هذا المساء والليلة بإمكاني أن أؤكد أن مقاطعة باسكنو خالية من المياه التي كانت تعطل الشوارع هنا. سأتحدث عن خبر، حيث قام حاكم مقاطعة باسكنو سيد محمد أحمد المحمد أمين الفاضل زوال اليوم رفقة المكتب الوطني للصرف الصحي بإعطاء انطلاق إشارة مجرى تحويل السيول عن المدينة، حيث قام المكتب الوطني بحفر مكان يحاول من خلاله أن يغير مجرى السيول التي كانت تغمر المدينة كلما تساقطت المياه. اليوم إذا تساقطت المياه على هذه المدينة فإن هذا الحفر سيحول تلك السيول خارج المدينة، وبإمكان المواطنين أن يستفيدوا منها سواء في الزراعة أو سواء في سقي أنعامهم. جهود التعقيم التي تقوم بها وزارة الصحة منذ مساء أمس أيضا آتت أكلها، حيث يتحدث المواطنون ليلة البارحة في عبد البقرو عن تمكنهم من النوم بعد عدة أيام من منعهم من النوم بسبب عض البعوض. هذه جهود تتضافر من أجل القضاء على البرك والقضاء على البعوض. إذن عبد الله وليسلم من مدينة باسكنو، شكرا جزيلا لك. قدمت مفوضية الأمن الغذائي مساء اليوم في روسو مساعدات غذائية لصالح السكان الأكثر تضررا من مخلفات الأمطار التي شهدتها مدينة روسو مؤخرا،
حضر العملية والي الولاية وعمدة روسو وبعض القادة الأمنيين والعسكريين بالولاية. وللمزيد حول هذا الموضوع نضيف لكم مباشرة من مدينة روسو السيد محمد أحمد اللب، المدير المساعد لإدارة الغوث الاستعجالي بمفوضية الأمن الغذائي. أهلا بكم السيد المدير، هل من تفاصيل أكثر حول هذه العملية ومدى استفادة المتضررين منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. تدخل هذه العملية في إطار المساعدات التي تقدمها الدولة عن طريق مفوضية الأمن الغذائي لصالح الأسر المتضررة، حيث شهدت مدينة روسو في الأيام الأخيرة تساقط كميات معتبرة من الأمطار، وعلى إثر ذلك باشرت مفوضية الأمن الغذائي بإرسال كمية من المواد الغذائية ومعدات إغاثية إضافة إلى بعض مواد التنظيف من الصابون والجافيل من أجل مساعدة الأسر الأكثر تضررا. طيب السيد المدير، ما هي الآلية المتبعة لإحصاء المتضررين من الأمطار مؤخرا في هذه المدينة، وكيف تضمنون وصول المساعدات إليهم؟ من أجل ضمان شفافية هذه العملية تم تشكيل 4 لجان على مستوى المدينة، وتم توزيع أحياء المدينة على 23 حي. هذه اللجان تباشر إحصاء الأسر المتضررة، والعملية ما زالت مستمرة. طيب ما هي وضعية المدينة حاليا؟ وضعية المدينة من ناحية ما؟ من ناحية إحصاء، أين وصل إحصاء الأسر المتضررة، مدى تضرر الأحياء من السيول والأمطار، الحالة الصحية العامة في المدينة فيما يخص التخوفات التي أثيرت مؤخرا من أن تؤدي هذه البلاك والمستنقعات إلى أخطار صحية؟ بصورة عامة، أحياء المدينة كانت ممتلئة بالمياه، وبدأت الحمد لله عمليات شفط هذه المياه، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في المدينة. أما بالنسبة لإحصاء الأسر المتضررة فالعملية ما زالت مستمرة، بدأنا فيها مستمرين. ما هي طبيعة هذه المساعدات التي تقدم للأسر المتضررة؟ سوف تستفيد كل أسرة متضررة من 50 كيلوغرام من الأرز، 25 كيلوغرام من السكر، 5 لترات من الزيت، و5 لترات من الجافيل، و10 قطع من الصابون، بالإضافة إلى خيمة مجهزة وبطانيتين وحصير بالنسبة للأسر التي أصبحت بدون مأوى. السيد محمد أحمد اللب، المدير المساعد لإدارة الغوث الاستعجالي بمفوضية الأمن الغذائي، شكرا جزيلا لك. يشكل المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو وجهة لمئات من الطلاب سنويا للتكوين في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى مجموعة من التخصصات التي تساهم في سد النقص في سوق العمل. كاميرا الموريتانية تجولت داخل المعهد لترصد عن قرب بعض الأجواء المتعلقة باستئناف العام الدراسي على مستوى المعهد. المعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روسو منشأة علمية لتدريس المجال الزراعي والصناعات الغذائية من بين عدة تخصصات أخرى، ويعتبر المعهد منشأة متكاملة حيث يحتوي على أجنحة متعددة الاختصاصات. وقد خرج المعهد منذ تأسيسه عام 2009 نحو 600 طالب من مختلف التخصصات العلمية. المعهد يقوم بالتكوين والبحث والإرشاد والخدمات. الأساتذة الباحثين في المعهد بعد القيام بالبحوث التطبيقية، المعهد يتوفر على 25 مخبر بجميع التخصصات. هذه المخابر 25 مجهزة بأحدث الوسائل، مع العلم أن ينقصها الكادر الفني لأنها ما فيها فنيين، لكن تقتصر في الوقت الراهن على الأعمال التطبيقية توجيهية، لأن احنا التكوين عندنا مو تكوين نظري بحت، 30% نظري و30% ميداني
و40% تطبيقي ورحلات. ومع استئناف العام الدراسي عاد طلاب المعهد إلى مواصلة دروسهم بمظاهر تعكس الأخذ بالإجراءات الوقائية المطلوبة منعاً من تفشي فيروس كورونا. كما تلاحظون الإجراءات الاحترازية تم تطبيقها بالشكل المطلوب، ونظراً لأن الجميع حاس بخطورة هذا المرض ويجب تطبيق الإجراءات اللي مطلوبة إياك توخّاوا الحذر من هذا المرض. رغم الأمطار وتهاطرت الفترة الأخيرة، لأن اللي زدت هون تمت الدراسة فيه بشكل منتظم الحمد لله دون انقطاع كما تلاحظون. يضم المعهد عدة مخابر مجهزة بأحدث التقنيات، وقد عبر الطلاب هنا عن ارتياحهم للخدمات التي يقدمها المعهد. المعهد نعم الحمد لله عنده خدمات جيدة جدا، منهم مثلا خدمة السكن بالمعهد هون. خدمة معدنها ما بلي فريكانت في عسلم لزنفرسيتي معك شرطو في لزنستيتي ومولي وخدمة مولي رستو كامل العناية الطبية مولي. ويتبع المعهد العالي للتعليم التكنولوجي فيروسو إداريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعتبر هذا المعهد ببنيته التي يحتوي عليها أجود نظرائه من المعاهد في الدول المجاورة. ونبقى في ولاية الضفة، لينضم إلينا من مدينة روسو مراسلنا محمد الأمين الهادي. حدثنا بتفاصيل أكثر عن طبيعة وأبرز مكونات هذا المعهد ومدى إسهامه في توفير يد عاملة متعلمة وأيضا متدربة. تتبع للمعاهد الجامعية التي تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في المعهد هناك 5 تخصصات علمية تدرس للطلاب، وهؤلاء الطلاب ذكر لنا القائمون على المعهد أن نسبة 97% من خريجي المعهد تلتحق مباشرة بسوق العمل. طبعا كما تعلمون ولايات الضفة هنا هي بالأساس ولايات زراعية ورعوية، لذلك يأتي هذا المعهد على ضفة النهر هنا لتكوين الطلاب في المجالين الرئيسيين للتخصصات هنا داخل المعهد، وهما الزراعة والتنمية الحيوانية. مكونات المعهد طبعا هي بالأساس سكن للطلاب، تقدم فيه بعض الخدمات الضرورية وأيضا نقطة صحية، فضلا عن مدرجات لتقديم الدروس النظرية وقاعات لتقديم الدروس التطبيقية وسلسلة من المخابر مجهزة بالتقنيات الضرورية. في على العموم المعهد مؤسسة علمية تقدم تخصصات علمية تتعلق أساسا بالتنمية والمجال الزراعي. إذن مراسلنا محمد الأمين للهادي كنت معنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك. اقتنت الشركة الموريتانية للكهرباء بأكجوجت مولدا جديدا يجري العمل على تركيبه لحل أزمة الانقطاعات المتكررة. يأتي اقتناء هذا المولد لسد العجز الحاصل في تزويد العديد من أحياء المدينة بالكهرباء. مدينة أكجوجت نهار حار وليل دامس نتيجة الانقطاع المتزامن للكهرباء عن عديد الأحياء بالمدينة، انقطاعات باتت تؤرق المواطنين هنا لما تتسبب فيه من أضرار، ما جعلهم يطالبون بالحل العاجل لهذا المشكل وتوفير إنارة عمومية في الشوارع الرئيسة. الضوء ما هو متوفر، ينقطع عن كارتي وتعطينها وليلة حد إنه يجيها، ولين يجيها تقول إنه جاهز هو كارتي الأخر الضوء ما هو عنده. اسمع، ولا هم متوفر ولا سبة واحدة، خسروا في جداراتنا وتموا نتكدوا لأن حصلوا سوق ماكينة ينقطع عنها، تم قادرين نجي ينقطع عنها لأن نرزوها، يعني نقول أن ماكينتهم حرقت. هاي المدينة حقيقة مضرة بذلك ينقالوا الانقطاعات الكهربائية. البارح والله البارح يدوني إلا انقطع الساعة 10 وبات مقطوع إلى اليوم 8. والله طالبين الجهات المعنية لأنهم الخلل لأنهم يتقلبوا عليه في القريب العاجل.
الانقطاعات تقول الشركة الوطنية للكهرباء إنها مسألة عابرة وسيتم التغلب عليها قريبا، وذلك بعد الانتهاء من تركيب هذا المولد الكهربائي الجديد. الوضعية كانت طبيعية إلى يوم الاثنين 9/7 حينها طاحوا دقرب خسروا، وأرسلت شركة مولد جديد بقدرة 250 كافئة كيلو فولت أمبير، وحال العمال متبارك معه ركبوا حتى انهم يبنوا له حالا بنايه خاصه به، لانه ما قد به كبير حتى ما قد يدخل في العنقار، والوقت يركب ان شاء الله تعالى هي تقريبا ما تعد في مشكله. وتتوفر محطه تزويد مدينه جوجة بالكهرباء على 3 مولدات تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 630 كيلو واط، إضافة إلى المولد الجديد الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1250 كيلو واط. وفي انتظار الانتهاء من تركيب هذا المولد وعودة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي، يطالب المواطن هنا بالتوزيع العادل المتوفر منها بين الأحياء. أحمد معلوم محمد، الموريتانية، أكجوجت. وبالعودة إلى شبكة مراسلنا، ينضم إلينا من مدينة عطار مراسلنا أحمد معلوم المحمد. أهلا بك أحمد معلوم. قبل أن أسألك عن الوضع في عطار حيث أنت موجود الآن، وبناء على التقرير الذي تابعناه قبل قليل من أكجوجت، إلى أي حد أثرت أو تأثرت على الأصح القطاعات الحيوية بالمدينة من انقطاعات الكهرباء التي جاءت بالتزامن أيضا مع أمطار تسببت في بعض الأضرار المادية؟ طبعا تأثرت القطاعات الحيوية بشكل كبير بهذه الانقطاعات التي دامت أسبوعين على الأقل، نتيجة لاعتماد المدينة على مولد واحد وتعطل مولدين آخرين، وقد بادرت الجهات المختصة باقتناء مولد جديد وهي تعمل الآن على تركيبه، ويقولون إنه أو تقول إنها ستنتهي من تركيبه في القريب العاجل وسيقضي على أزمة الكهرباء بشكل عام. فيما يتعلق بالمدينة بشكل عام، بعد تدخل المفوضية يوم أمس وما قسمته من مساعدات لاقت استحسانا من طرف سكان المدينة، وصلت اليوم بعثات من قطاعات التجهيز والنقل والإسكان والعمران والتنمية الريفية لمعاينة أيضا الأضرار وتقييمها، وهي بعثات فنية ستعمل على إجراء دراسة لتقييم الوضع وتقديم الحلول المناسبة التي يمكن أن تعيد الأمور إلى مجاريها وأن تحول دون عودة السيول إلى المدينة وغمرها من جديد. هنا على مستوى أطار الجديد هو عودة أيضا شبكة المياه بعد تعطلها نتيجة سقوط بعض الأعمدة الكهربائية التي تربط خط المغذي للآبار آبار تيارت بالكهرباء. عادت هذه الشبكة إلى وضعها الطبيعي وعادت المياه منذ يوم أمس إلى الأحياء إلى المدينة بشكل عام، رغم تسجيل بعض الأحياء التي تعاني العطش وتدعو إلى أو يطالب سكانها بتوفير خدمة الماء بشكل عام. أحمد معلوم المحمد مراسل قناة الموريتانية حدثنا من مدينة أطار، شكرا جزيلا لك. تستقطب وديان محيريث التابعة لمقاطعة أوجفت بولاية أدرار مئات الزوار الباحثين عن الراحة والاستجمام خصوصا في موسمي الخريف والقنطة. وتشكل واحات محيريث مصدرا لإنتاج عينات من التمور وبعض الحبوب في وقت يشكو بعض المزارعين من زحف الرمال وندرة في التساقطات المطرية ما يؤثر على المحاصيل. قرية محيريث 67 كيلومترا من مدينة أطار عاصمة ولاية أدرار. هذه القرية بوديانها الكبيرة وواحات نخيلها الممتدة على نحو 8 كيلومترات عبر هذا الوادي، تمثل زراعة النخيل فيها أهم نشاط اقتصادي يعتمد عليه سكانها. وموجهين نداء إغاثة
من رئيس الجمهورية والوزارة اللي هي الوصية علينا وزارة التنمية الريفية على أن ندوروا سد الواد محارث قلعة النضال، القلعة اللي معروفة بأنها هي أكبر واحة في أدرار من حيث العدد ومن أجود واحة ثمرة في ولاية أدرار والله على المستوى الوطني، وموجهين هذا النداء على أن نجبروا غياثة عاجلة عاجلة عاجلة. تراجع المياه الجوفية نتيجة قلة التساقطات المطرية أدى إلى خسارة الآلاف من النخيل بمحارث. هذا الواد هذا ربط ترعوه عند قفاية قطوا عدلوا هون شبه ربط وعدل لا فندسيه، وإحنا فوقنا الواد اللي كبر مولانا وأبيض كامل، وعندين السنة الأولى قط حكمنا مياه وجبرنا نتيجتها يتعودوا سنتين والله ثلاثة، وعقب رسدم وعقب مجنودها الخاص مولي استطعنا على أننا نججوه تجيجة ماذا كيف يقال بعد مولي جبرنا نتيجة فمجا هذا السيل وضباهن اللي نبقى كثير بطحهم. بجهود ذاتية لمزارع محارث تعمل هذه الجرافات على تشييد سد لتجميع مياه الأمطار للحد من النقص الحاصل في المياه الجوفية. هاي البلاد قاول هاي وروار ولا تل السيل يجيها، والسيل عادة لا يقوم ما عدوا السكان يقوا قارفين وكلفيهم، ودور المكان يعوج من هون يتجاه يسجد الخد الجوالي لينحارثوا. جدير بالذكر أن مشروع التنمية المستدامة للواحات يتدخل في زراعة وحماية النخيل، كما يقوم بدعم التعاونيات الزراعية من خلال توفير الماء وإنشاء مشاريع نموذجية وتزويدها بشبكات رق حديثة، إضافة إلى تنظيم المزارعين وتأطيرهم. تسخر وديان محارث بواحات نخيل تقدر بالآلاف، ويستفيد السكان هنا من ثمارها في كل موسم للقيطنة. هذه المنطقة لم تشهد منذ فترة تساقطات مطرية، وتشهد كذلك ندرة للمياه الجوفية. الشيخ الحميدي، الموريتانية، قرية محارث، ولاية أدرار. ونبقى في ولاية أدرار لنستضيف لكم من مدينة أطار السيد الشيخ ولد محمد المصطفى المنسق الجهوي لمشروع التنمية المستدامة للواحات. أهلا بكم ضيفنا الكريم. بما تقدرون مستوى الانتاج والأهمية الاقتصادية لواحات محيريث، وإلى أي حد يمكن أن تشكل رافدا اقتصاديا لسكان البلدة؟ سيد الشيخ هل تسمعني؟ شكرا. نعم أسمعك. نعم أسمعك. السؤال هو بما تقدرون. نعم أنا أشكرك. تفضل. السؤال بما تقدرون مستوى الإنتاج والأهمية الاقتصادية لواحات محيريث، وإلى أي حد يمكن أن تشكل رافدا اقتصاديا لسكان البلدة؟ محيريث من أكبر الواحات وأكثرها، محيريث من أكبر الواحات وأكثرها في موريتانيا، حيث أن عدد النخيل فيه يتجاوز 238 ألف نخلة. إذن عدد النخيل الموجود في ولاية أدرار 1,212,000 نخلة. لين يعود محيرث فيها عدده 238,000. إذا هون قيمة النخيل في محيرث من حيث العدد ومن حيث الإنتاج قيمة جيدة ومن نوعية جيدة، وعدد السكان أيضا في محيرث من أكثر القرى سكان في محيرث، حيث على زمن القيطنة محيرث يتجاوز 7,000 إلى 8,000 ساكنة في زمن القيطنة، وزمن ما زمن القيطنة يرجع إلى 4,000 إلى 5,000. إذن محيرث نعرفون رافد من روافد الواحات اللي تعتبر في موريتانيا، ومن أكبرها قيمة اقتصادية ومن أكثرها إنتاج. لكنه هاي السنة تضرر نظرا لعدة سنوات. محيرث من الواحات اللي ما تستعمل الآبار الارتوازية، محيرث تعمل الآبار التقليدية اللي آبائنا رباوا عليها النخل، وما زال هو يتمشى مع هذه الوضعية، وهذه الوضعية تتغير مع الظروف الطبيعية، حيث أن اليوم الاعتماد عاد على الآبار العميقة وعاد على الآبار الارتوازية المجهزة
اذا محيرز هذه القضيه الابار مانعها تماما ما تعدل فيه. اذا ما دام الامطار ما جات اذا المحيرز لا يتضرر. لكن مشروع الواحات برنامج تنميه الواحات تدخل المحيرز على انه الامور الاوليه بعد اللي قد تساعد كسبه اوليه هي الحواجز المائيه تثبيت حركه المياه الامطار الساقطه، لكن الامطار احنا ما نتحكم فيها ولا هي موجوده. السنه هذه عدلنا فيها 4 حواجز مائيه ومبرمجين في نهايه السنه حاجزين مائيين، اذا هو العدد لا يعود 6 حواجز مائيه، مع ان مولي تنظيف السد اللي كان متضرر بالرمال الوزاره مشات له امبيل ومشات له ينبان وفرقه فنيه تشرف على الوضعيه. اذا هنا ما الوزاره ما هي عازه ولا ما برنامج المستلزمه للواحات اي شيء عن واحه المحيرث. نعم نرى على انها واحه جيده وممتازه وانتاجها ممتاز ونوعية تمرها جيد وأهلها يتعاطى، ونشكر ونقدر ونثمن عاليا التدخل اللي عدلوا سكان المحيرث من أطر ومن سكان ومن فاعلين اللي شافوا الوضعية متأزمة وشافوا على أن السد ما فات عدل بدأوا ينظفوا السد. نعم سيد الشيخ، لا جات مياه أمطار قد يحكمون مياه تتصرف في الواد، وهذه هي اللي ساعدنا بها سيد الشيخ الأجهزة ساعدنا بها الأدوات. يتحدث سكان عن بعض الأضرار الناجمة عن زحف الرمال وندرة الأمطار المتساقطة، هل تفكرون في حلول لمساعدة السكان على مواجهة التصحر؟ نعم فعلا نفكر بحلول أولية. الحلول الأولية عندنا هي أن نعدل حواجز مائية متعددة على طول الواد. ثانيا بدأنا دراسة للسد والدراسة وهات إن شاء الله نشوف الطريقة اللي ما في برنامج التنمية المستدامة للمحات ما في تدخلات وزارة التنمية الريفية نشوف الطريقة اللي قد يعدل بها السد. لكن بعد برنامج التنمية المستدامة للمحات فات هي الدراسة الأولية وكان فيها نواقص، والأسابيع الماضية مسنا لها بعثات فنية كملت تلك الدراسة وإن شاء الله لا يتوخر في أسبوع أسبوعين تلك الدراسة الأولية. نعم ونفكر فعلا الحوايز المائية اللي متناول نحن يوميا. نعم سيد الشيخ نزيدوا فيها ونكثروا فيها. نعم. لكن نطالب مولي أهل المحيرث نرى نعلن المياه السطحية ما كانت موجودة. نعم. والآبار التقليدية ما مستوى وقدرة المزارع المسيطر انه يلحقها نظرا لانها اراضي جبليه، انهم يشوفوا الطريقه اللي قد يفتحوا المجال للابار الارتوازيه. نعدلوا فيهم دراسات ونعدلوا الابار الارتوازيه ونجهزوها لهم اذا كانها قد تسقي احياء من الواد. نعم. ماذا قدم مشروع الواحات لمحيريث وادرار عموما؟ تسمعني؟ ما سمعت. السؤال هو ماذا قدم مشروع ماذا قدم مشروع الواحات لمحيريث وأدرار عموما؟ هل تسمعني؟ متى؟ ماذا قدم مشروع الواحات لمحيريث وأدرار عموما؟ إذا يبدو أن الصوت المشروع الواحات مشروع مندمج يتدخل. نعم. جميع النشاطات، نشاطات حصر المياه وتوفير المياه وإعداد الطرق سحب المياه، يتوفر دعم القطاع النسوي التعاونيات النسوية ويعطي القروض الميسرة عن قرب، ويعدل التكوينات الزراعية ويعدل المساحات الزراعية ويعدل أيضا الحقول النموذجية من أجل تطوير النخيل وتطوير إنتاجه. إذا السيد الشيخ ولد محمد المصطفى المسق الجهوي لمشروع التنمية المستدامة كنت معنا من مدينة أدرار، شكرا جزيلا لك.
نظمت دار المجتمع المدني وهي منظمة غير حكومية بمدينة وادي بوزوال اليوم حفلا بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها. يدخل الحفل الذي نظم أو الذي نظم تحت شعار شريك موثوق وأداة فعالة في إطار التذكير بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية المحلية بولاية داخلة واذيبو. واذيبو يحتفي بالذكرى الخامسة لتأسيسه تحت شعار شريك موثوق وأداة فعالة. التظاهرة الاحتفالية التي تداعت إليها فعاليات مختلفة تدخل في إطار الاهتمام بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني كركيزة أساسية ودعامة كبرى في تعزيز وتقوية التنمية والديمقراطية. وهي من السلطات العليا بأهمية المجتمع المدني، فقد جاء في برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني التأكيد على دعم وتطوير المجتمع المدني الموريتاني للرفع من مستوى أداء مؤسسات المجتمع المدني وخلق إطار جمعوي جامع وفعال يساهم في دفع عجلة البناء والتنمية. نشاط هذا الفضاء الجهوي على مستوى مدينة واذيبو يندرج ضمن تعزيز وترسيخ ودعم قدرات المجتمع المدني باعتباره فاعلا لا غنى عنه لتحقيق التنمية. انطلاقا من الدور البارز الذي يلعبه المجتمع المدني في المساهمة في التنمية وتعزيز الديمقراطية وتقوية دولة القانون والحكام الرشيدة، فإننا في دار المجتمع المدني قد وضعنا خطط عمل من أجل تجسيد المهام الكبرى والأهداف العامة تماشيا مع متطلبات الشبكات والتعاونيات الزراعية والصناعية. العمدة المساعد لبلدية واذيبو السيد أي الدول محمد صالح أكد دعم مؤسسته للدور الذي يقوم به المجتمع المدني في التحسيس والتثقيف والتأطير. على هامش تخليد الذكرى التأسيسية الخامسة لدار المجتمع المدني تم تكريم عدد من الشخصيات والهيئات التي ساعدت في تمكين هذا الفضاء من لعب دوره في التلاقي والتبادل والتوجيه والتأطير لتأسيس تنمية جهوية بالولاية تكون الهيئات الجمعوية غير الحكومية فاعلا أساسيا فيها. قدم والي العصابة السيد محمد أحمد مولود التعازي باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لأسر ضحايا الأمطار التي أدت إلى وفاة 5 بنات يوم أمس في قرية باميرة واحد التابعة لمقاطعة بركيول. قدمت السلطات الإدارية بولاية العصابة التعازي إلى أسرة في قرية الرشيد التابعة لبلدية أغورط إثر وفاة سيدة جراء سقوط صاعقة رعدية. وفي الإطار ذاته تدخلت مفوضية الأمن الغذائي عبر تقديم كميات معتبرة من المواد الغذائية ومواد التعقيم وخيم وأغطية لمساعدة الأسر المنكوبة في مواجهة الأضرار الناجمة عن الصاعقة. نهاية النشرة، إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. اللقاء يستعرض دور القطاع الخاص في خطة الإقلاع الاقتصادي. النقابات العاملة في المجال البحري بن واذيبو وأرباب العمل يتوصلون إلى اتفاق لتحسين ظروف الشغيلة في أعالي البحار. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تشرف باسم حرم رئيس الجمهورية على انطلاق أنشطة مؤسسة القرض والادخار التابعة لاتحاد النساء المقاولات والتاجرات. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.